كنا وصلنا مع بعض للإصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا لو تفتكروا حضراتكم، وكنا خدنا عدد واحد واثنين، وهنبتدي دلوقتي في عدد ثلاثة من سفر الرؤيا. احنا فين؟ احنا حاليا في السبعية الثالثة. اتكلمنا على السبعية الأولى، سبعية الكنائس أو المناير، بعد كده اتكلمنا على السبعية الثانية اللي هي سبعية الختوم، اتكلمنا على السبعية الثالثة اللي هي سبعية الأبواق، واحنا خلصنا ستة أبواق، وفاضل البوق السابع اللي هو في البوق السابع هتتفتح في السبعية الرابعة اللي هي سبعية الجمال، من خمس سبعيات سفر الرؤيا. اتكلمنا أيضا لما بيقول يوحنا الحبيب وبيقول ثم أعطيت قصبة قياس شبه عصا، معلش لحظة، ووقف الملاك قائلا لي قم وقس الهيكل الله والمذبح والساجدين فيه. أما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهر. وسأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوما لابسين نسوخا. بعد ما فهمنا في العددين اللي قبل كده لما ابتدينا مع بعض اصحاح 11 معنى الدار الخارجيه اللي تطرح خارجا، بمعنى الضيقه اللي هيكون فيها اتعاب كتيره لغير المؤمنين، ايضا لليهود ضيقه يعقوب، ابناء الله اللي وضعوا الله في هيكل قلوبهم وهو بيحفظهم في يمينه، الشرير ملهوش سلطان عليه. هي غالبا الفتره دي هي فتره سياده ابن الهلاك، والله بيوضح في العدد ده انه ايضا لن يترك نفسه بلا شاهد، فبيبدأ يتكلم هنا على الشاهدين الزيتونتين والمنارتين. فالفترة دي علشان ما حدش يقف قدام ربنا ويكون بعذر ويقول لربنا ما انا لم اجد من يرشدني، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. فالفترة دي هيطلق هيسمح للشاهدين القويين الناريين ان يعلنوا وبقوه عن عمل الله ووجود الله، لمن يقبل يقبل ولمن يرفض يرفض. الفتره دي اللي زادت فيها المعلمين الكذبه وتساقط فيها معلمين كتير اللي كان همهم ليس التبشير ولكن همهم النجوميه، همهم المكسب المادي والمكسب المكاني وليس همهم خدمه كلمه ربنا الحقيقه. الفترة اللي ابتدى فيها المعلمين يدوروا على الحاجة اللي ترضي الناس والحاجة اللي تخلي الناس يفرحوا، مش ينذروا الناس عن الخطايا أو يقولوا لهم النبوات الحقيقية اللي مكتوبة في الكتاب المقدس. الفترة دي اللي يقول فيها العدد 1260 يوما اللي هي اتكلمنا عنها 42 شهر أو 1260 يوم أو زمان وزمانين ونصف زمان، شرحتها الأسبوع اللي فات على المرة اللي فاتت على طول ووضحت إيه هي الفترة الزمنية دي. لكن هنا كمان محتاجين قبل ما نفهم العدد كلمة كلمة، محتاجين أول سؤال نجاوب عنه، مين هما الزيتونتان؟ علشان أكون أمين هأذكر لحضراتكم الآراء المختلفة اللي ذكرت وهعرض ملخصها، وأنا لا أتمسك برأي محدد ولا أفرض رأي على البعض، إلا إني أميل أنا للرأي الأول التقليدي اللي هو إيليا وأخنوخ، ولكن هذكر الآراء بالأدلة اللي عليها للأمانة، ولكل إنسان له ما يقبله. كويس؟ الزيتونتان دول شخصين يظهران في إسرائيل هيبشروا بقوة. الرأي الأول المشهور التقليدي إن هم من إيليا وأخنوخ، ده اللي أنا بأؤمن بيه أو بأميل إليه، لأنهم شخصين لازم يموتوا بالجسد زي ما هيوضح لنا العدد ده وخاصة في عدد 7. وليه إيليا وأخنوخ؟ لأن هما الشخصين اللي ما ماتوش بالجسد حتى الآن. فالأول أخذه الله اللي هو أخنوخ وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه، والتاني أخذته مركبة نارية اللي هو إيليا. والكتاب المقدس بيقول بوضوح في رسالة معلمنا بولس الرسول لعبرانيين 9:27، وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، فيجب أن يموت الكل وخاصة العهد القديم علشان لما يأتي السيد المسيح يكونوا اوريدي ماتوا، فيما عدا اللي هيكونوا موجودين بالفعل وقت مجيء المسيح الثاني اللي هيتغيروا زي ما قال معلمنا بولس الرسول.
لكن صعب نتخيل شخص يعود ويأخذ جسد آخر ويعيش مرة تانية ثم يموت بيه. يعني مثلا اللي بيقول موسى، صعب نتخيل إن موسى يرجع مرة تانية ياخد جسد تاني يعيش بيه مرة تانية ويموت مرة تانية، وده تناسخ أرواح. عشان كده الرأي التقليدي بيقول إن هما إيليا وأخنوخ اللي ما ماتوش بالجسد حتى الآن. نادى آباء الكنيسة الأوائل بهذا الرأي، فده الرأي اللي كانت تؤمن به الكنيسة في القرون الأولى الميلادية. تقريبا كل الآباء نادوا بهذا الرأي. يوستينوس الشهيد، إغناطيوس اللي هو تلميذ بطرس الرسول، هيبوليتوس في كتاباته، العلامة ترتليان، أغسطينوس، مار إفرام السورياني، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس يوحنا الدمشقي، وغيرهم كتير. فالقديس الأسقف هيبوليتوس يقول لنا على إيليا وأخنوخ إن طبيعي أن يظهروا أولا قبل الدينونة، كما قال على لسان ملاخي: أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف. العلامة تاني ترتليان، أنا آسف، يقول لنا قد انتقل أخنوخ زي ما ذكر تكوين 5 24 وعبرانيين 11 5، وأيضا إيليا اللي هو جه في 2 ملوك 2 11 دون أن يذوق الموت. لقد أرجأ موتهما إذ هما محفوظان ليحتمل الموت، حتى أن بدمهما يسحق ضد المسيح. يعني ربنا حافظهم لغاية ما يأتي ضد المسيح ويجوا مرة تانية زي ما اتذكر في رؤية 11 13. ده التفسير اللي ساد عدة قرون في الكنيسة الأولى، وعشان كده بأميل إليه ولترجيحه، وبخاصة إن هما يظهروا فجأة بالجسد. يعني مش طفلين يتولدوا ويكبروا ويبشروا، وهما موجودين بالجسد وليهم كينونة أمام رب الأرواح، وده هنفهمه من الأعداد. يعني لهم وجود سابق قبل ميلادهم، مش يتولدوا في وقت محدد زماني. البعض بيرد على الكلام ده وبيقولوا ليس بالشرط أن يموتوا قبل القيامة، لأن معلمنا بولس الرسول قال إن الأحياء نتغير، اللي هو كورنثوس الأولى 15 52، فبيستشهدوا بيه إن مش لازم يكون إيليا وأخنوخ يموتوا بالجسد، ممكن يتغير. ولكن حتى الرأي ده حتى لو هو مقبول، لكن لا يلغي احتمالية إن هم من إيليا وأخنوخ. الرأي الثاني وأيضا رأي قوي وعليه أدلة كتيرة، اللي هم من بينادوا بأنه الشخصين إيليا وموسى، بناء على بقية الأعداد اللي هتأتي، إن هو هيعملوا معجزات تشبه معجزات إيليا وموسى. فالكلام اللي يشوفوه اللي هو يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهم، ولهم سلطان على المياه أن يحولها إلى دم ويضرب الأرض بكل ضربة، ده بيقولوا ده إيليا وده موسى. كويس؟ فبيستشهدوا بهذا الأمر، وأيضا بناء على كلام سفر ملاخي في آخر 3 أعداد جم في آخر إصحاح في سفر ملاخي اللي هو آخر أسفار العهد القديم يعتبر، لما بيقول في ملاخي 4 بداية من 4 و5: اذكروا شريعة موسى عبدي. وبعد كده يرجع في 5 يقول ها أنا ذا أرسل إليكم إليا. فقالوا موسى وإليا دول آخر حاجة جت في سفر ملاخي، يبقى آخر حاجة هتأتي في الزمان الأخير هما موسى وإليا. وأيضا دليلهم الثالث على هذا الأمر أنه اللي ظهروا مع الرب يسوع المسيح فوق جبل التجلي هما موسى وإليا. برضو زي ما في رد على الأولاني، في رد على هذا الأمر. الرد ببساطة: ليس بالشرط أن يفعل الزيتونتان والمنارتان نفس الأمر مرة تانية فيكون موسى وإليا. يعني ممكن ناس تيجي تعمل معجزات تشبه موسى، فضرب مصر ليس مخصص لموسى بس، هنا ما ذكرش مصر لكن ذكر ضربة الدم. وموسى لن يبعث بجسد مادي مرة تانية بعد ما مات بالجسد ودفن جسده. وعن ظهور التجلي النوراني، ده ظهور نوراني مش ظهور بالجسد. يعني موسى ما خدش جسد ري انكارنيتد وظهر مع الرب يسوع المسيح فوق جبل التجلي، لا، ده كان ظهور نوراني يختلف تماما عن خدمة ظهوره بالجسد وتبشيره 3 سنين ونص. فده الرد أو الرأي الأولاني، وده الرأي الثاني. قلت لكم الرأي والأدلة والأدلة الأخرى. الرأي الثالث، والبعض ده أقل شهرة بكتير، الآراء اللي جاية بعد كده أقل شهرة بكتير، بس برضه حابب أقولها للمصداقية. الثالث هما زربابل ويشوع. ليه؟ لأنهم كانوا وقت بناء الهيكل الثاني زي ما قال لنا سفر زكريا إصحاح 4. فقالوا يبقى أيضا هيظهروا في وقت بناء الهيكل الأخير في أيام ابن الهلاك. ايضا يترد عليهم ان سفر زكريا ما قالش ان زربابل ويشوع هما الزيتونتان، وده هندرسه بالتفصيل بعد شويه صغيره. وايضا لن ياتوا بجسد مادي مره تانية ري انكارنيتد.
تناسخ الأرواح. الرأي الرابع، شخصين حقيقيين يأتوا بروح إيليا وموسى ويكونوا مناسبين للعصر ده اللي هيظهر فيه ابن الهلال، زي ما كان يوحنا المعمدان بروح إيليا، زي ما قال لنا إنجيل متى 17، وسأله بداية من عدد 10، وسأله التلاميذ القائلين: فلماذا يقول الكتبة أن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب يسوع وقال لهم إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، ولكن أقول لكم أن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان. فالبعض بيقول زي ما إيليا جه، يوحنا المعمدان جه بروح إيليا، أيضا شخصين هيجوا بروح أو بالروح النارية لإيليا وبالروح القيادية لموسى. كويس؟ لأن صعب إن إيليا يأتي مرة تانية ويتأقلم مع العصر الجديد بما فيه تكنولوجيا وسائل المواصلات والكلام ده كله، ويكونوا نفس أشخاص العهد القديم، فقالوا شخصين بروح إيليا وموسى. طبعا ده رد عليه، رغم إن هو رأي مقبول إلى حد ما للبعض، ولكن أنا زي ما قلت أميل للرأي الأول، إنه شخصين دول بيوضح إن ليهم وجود قبل أو وجود سابق لقبل ظهورهم أيام ابن الهلاك، لأن بيقول عليهم إن هم قائمان أمام رب الأرواح. في رأي خامس أيضا لازم أذكره، الرأي الخامس بيقول لا، دول رمزين بس، يعني مش أشخاص، مش شخصين هيظهروا، مش أشخاص حقيقية، دول رمزين، حاجات رمزية. لكن الرد على الرأي ده، سياق الكلام يوضح لنا إنه بيتكلم على شخصين حقيقيين، شخصين يظهروا ويتقتلوا ويموتوا ويقوموا ويصعدوا. فصعب إن إحنا ناخد الكلام ده بطريقة رمزية بس. بالإضافة دول ملخص الخمس تفسيرات المسيحية اللي اتقالوا بالمشهور منهم والأقل شهرة. الحقيقة كمان عايز أضيف إليهم رأي سادس، رغم إن أنا أؤمن بالأول إن هم إيليا وأخنوخ، ولكن في رأي سادس لازم أقوله. ليه؟ لأن الرأي السادس ده يهودي قديم قوي، ده مش تفسير لسفر الرؤيا ولكن تفسير لسفر زكريا. أنا بقوله فقط علشان، مش معناه إن أنا مقتنع بيه، أنا بقوله عشان أبقى ذكرت كل الآراء بحيادية. والحقيقة أستغرب ليه المفسرين المسيحيين ما قالوهوش، يعني دي نقطة عندي بس أستغرب منها، ولكن هذكره لحضراتكم بحيادية. الرأي بيقول إن هما إيليا وأرميا. ليه؟ لأن في اتنين حياتوا قبل المسيح، والاتنين دول كانوا في مفهوم اليهود هما إيليا وأرميا. نفهم الكلام ده من فين؟ في إنجيل يوحنا والأعداد المشهورة جدا، إصحاح 1 عدد 19 ل 21: وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولويين يسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر: إني لست أنا المسيح. أول شخصية منتظرينها اليهود المسيح. فسألوه: إذا ماذا؟ إيليا أنت؟ لو أنت مش المسيح هل أنت إيليا؟ قال لهم: لست أنا. طب لو أنت مش المسيح ولو أنت مش إيليا، النبي أنت؟ هل أنت النبي؟ فأجاب: لا. فاحنا عندنا ثلاث شخصيات، المسيح المنتظرين اليهود المسايا، وشخصين تانيين إيليا والنبي. مين النبي؟ وحتى لما نكمل لغاية عدد 25: وسألوه وقالوا له: فما بالك تعمد إذ كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ النبي مقصود عندهم مين هو في فكر اليهود؟ هو أرميا. وحتى نلاقي التلاميذ عارفين نفس الفكر ده، فالمسيح لما بيتكلم مع تلاميذه في إنجيل متى صح 16، ولما بيقول: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلين: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إليا، وآخرون أرميا، أو أحد من الأنبياء، أو واحد من الأنبياء. ليه أرميا بالذات؟ ليه قالوا له إليا أو أرميا؟ لأنه في الزمان ده، في زمن التلاميذ، قبل ما يحل عليهم الروح القدس والمسيح يفتح عينيهم ويفهموا الكتب، كانوا منتظرين بالفعل إيليا وأرميا. إيليا لأنه لازم زي ما قال ملاخي حياتي قبل المسيح، وأرميا علشان هو الوحيد اللي يعرف مكان خيمة الاجتماع وتابوت عهد الرب.
وده لازم يظهر قبل مجيء المسيح، لكن طبعا ما كانوش عارفينه لازم يظهر قبل مجيء المسيح الثاني مش الاولاني. طيب من فين انه الوحيد اللي يعرف مكان تابوت عهد الرب هو ارميا فقط؟ الكلام ده موجود تفصيلا طبعا في التقليد اليهودي، نقلا عن سفر المكابيين الثاني اصحاح 2 بدايه من عدد 1، اللي يذكر ان ارميا النبي امر اهل الجلاء ان ياخذوا النار المقدسه كما ذكر وكما امر النبي اهل الجلاء، اذ اوصاهم ان لا ينسوا وصايا الرب ولا تغوى قلوبهم اذ راوا تماثيل الذهب والفضه وما عليها من الزينه. على فكره ارميا، واللي يقرا سفر ارميا او يقرا كلام ارميا في سفر المكابين الثاني او حتى كلامه في سفر اخبار الايام، ارميا كان بيقول للشعب السبي هيحصل، محتاجين تستعدوا له ومحتاجين ترجعوا لربنا وتامنوا بيه. كانوا يقولوا له لا مش هيحصل السبي، ولا النبوات اللي اتقالت مش هتطبق والكلام من ده، وكانوا يتهموه ان هو يعني مكتئب، وكانوا يتهموه ان هو كلامه غلط وكلامه يحزن الناس والكلام ده كتير، بل وصلوا ان هو اتهموه ان هو جاسوس لانه بيقول لهم النبوات هتحصل. ربنا قال ان نبوخذ نصر هيجي يسبيكم، يعني هيجي يسبيكم. بقيه الانبياء كانوا يقولوا لهم، الانبياء الكذبه كانوا يقولوا لهم لا لا لا، ده الدنيا هتبقى زي الفل ونبوخذ نصر ما يقدرش، وبس نصلي وتبقى الارض تمام. الصلاه مطلوبه، ولكن لما ربنا بيقول نبوه ويقول لنا استعدوا لها لان دي هتحصل، لازم نستعد ان هي هتحصل، نصلي ونتمسك بربنا وما نخافش، ولكن نكون عارفين ان هي لما هتحصل نؤمن زياده ان ربنا سبق فاخبر. anyway، حرضهم بمثل هذا الكلام على أن لا يزيل الشريعة من قلوبهم، وجاء في الكتابة أن النبي بمقتضى وحي صار إليه أمر أن يذهب معه بالمسكن والتابوت حتى يصل إلى الجبل الذي صعد إليه موسى ورأى ميراث الله. فلما وصل إرميا وجد كهفا فدخل إليه فأدخل إليه المسكن والتابوت ومذبح البخور ثم سد الباب. فأقبل بعض ممن كانوا معه ليسموا الطريق، يعني يعلموا الطريق، فلم يستطيعوا أن يجدوه. فلما أعلم بذلك أرميا لامهم وقال إن هذا الموضع سيبقى مجهولا إلى أن يجمع الله شمل الشعب ويرحمه، وده غالبا في الأيام الأخيرة. وحينئذ يبرز الرب هذه الأشياء ويبدو مجد الرب والغمام كما ظهر في أيام موسى وحين سأل سليمان أن يقدس الموضع تقديسا بهيا. فالتقليد عند اليهود بناء عليه، وده موجود في كتابات يهودية في تفسيرات كثيرة، إن اللي هيأتي قبل الميصايا هو إيليا وأرميا، علشان إيليا بالروح الناري زي ما وعد، وأرميا يظهر تابوت عهد الرب وخيمة الاجتماع. وبيقولوا إن هم لازم يأتوا قبل المسيح مباشرة، فلو منتظرين المسيح الثاني يكون إيليا وأرميا. ده مش بقول إن أنا مقتنع بيه، أنا حبيت أذكر لكم الآراء المسيحية الخمسة عن الزيتونتان والمنارتان، وكمان أذكر لكم الرأي اليهودي السادس. لكن أنا أؤمن إلى حد ما زي ما قلت مقتنع بالتفسير الأول، أن الزيتونتان والمنارتان هما إيليا وأخنوخ، ولكن ذكرت الآراء المختلفة بالأدلة العلمية. إيليا يغلق السماء حتى لا تمطر، وأرميا أيضا راح لمصر وقت ضربها من نبوخذ نصر، وده اللي كانوا فاهمينه اليهود من سفر زكريا صحاح 4. ناس قالوا أشخاص تانيين، والبعض قال ده إيليا ويوحنا المعمدان وحاجات زي كده، لكن ذكرت لكم الست آراء الأساسيين في هذا الأمر. المهم ربنا هيبعت شخصين يكونوا مؤيدين لبعض، مثل موسى وهارون يكونوا مع بعض، مثل يشوع وكالب، مثل إيليا وإليشع، وهكذا. اللي بيسأل على وين صار عمر الأرض، خلصناه الساعتين وربع اللي فات، وإحنا دلوقتي بدأنا النصف الثاني من الخدمة بتاعتنا. المهم الشاهدين على اختلاف الآراء يقدموا شهادة قوية لربنا كافية في الوقت ده أن يشهد عن عمل الله، لأن الله لا يترك نفسه بلا شاهد. طب بالنسبة لي أنا مهم إيه؟ مش مهم بس أفضل أتخانق مين الزيتونتان والمنارتان طبيعتهم إيه؟ إيليا وأخنوخ، ولو حد تاني قال لي لا إيليا وموسى أتخانق معاه، لا خالص مش كده، مش هو ده المطلوب. المهم الإنسان ينظر لشهادة ربنا اللي بتتقدم. فالله بيتكلم من خلال أي شخص مش مهم، لكن الإنسان أحيانا كتيرة ما بيسمعش الشهادات. كتير في العالم مش هيسمعوا شهادات الزيتونتان أو الشاهدين،
هيكونوا مشغولين. عشان كده دايما بطلب من حضراتكم، محتاجين ندرب أذاننا الروحية على سماع صوت الرب. أرجو إن أحداث العالم اللي بتحصل الأيام دي، وهي كتيرة ومتعبة ومهمة فعلا لينا كلنا، ولكن أرجو إن هي ما تشغلناش عن سماع صوت الرب. دي نقطة مهمة قوي. ندرس بعد كده كلام العدد. يبدأ العدد ويقول: وسأعطي لشاهدي فيتنبأان. وكلمة وسأعطي اللي هي كلمة ديدوماي في اليوناني، شرحتها قبل كده، وتعني الإعطاء والتسليم والثبات وبقوة. بيأكد لنا أن الزمان ده زي كل زمان، الله هو اللي بيتحكم في كل شيء. ما يفعله الشاهدان هو إرادة الله، واللي هيحصل لهم أيضا بسماح من الله. والله لما يعطي الشيء لا أحد يستطيع أن ينزع. وهو النقطة دي اللي عايز يقولها في كلمة دي دومي، ربنا اللي يدي محدش يخاف. وبرضه معلش أكرر الكلمة اللي أنا قلتها، خلي عينك على ربنا مش عينك على الأحداث اللي بتحصل. تابع الأخبار، لكن لما تسمع أخبار حتى لو مزعجة ما تخليهاش تسرق وقتك، وما تخليهاش تلفت نظرك عن ربنا. بطرس كان في أحداث بتحصل له وهو ماشي على المية، موج، والموج بيتغير وبيرتفع وصوت. الموج ده لما لفت، لما شتت بطرس عن ربنا، كان هيغرق. ده برضو اللي بيحصل لنا احنا في العالم. أمواج كتيرة بتحصل في العالم، والشيطان على فكرة هيفضل يحاربنا بأخبار أكتر وأكتر وأكتر، ويشتتنا أكتر وأكتر، علشان نضيع الوقت في متابعة الأخبار وفي النرفزة على الظلم اللي بيحصل وفي المشاكل دي كلها، ونخسر العطية المهمة جدا، مفتدين الوقت. ما تنسوش الوقت ده من أهم الوزنات اللي مديها لنا ربنا، عشان نستثمرها لخدمة اسمه واللي نكسبه هو. ما تخلوش أحداث العالم تشغلكم عن ربنا، ما تخلوش أحداث العالم تشغلكم عن خدمتكم، ما تخلوش أحداث العالم تشغلكم عن قراية الكتاب المقدس والصلاة وحياة التأمل، مهمة جدا. أقول لكم على حاجة، الشيطان مش هيبيد شعب في لحظات، مش هيعمل كده، لأنه جرب الاضطهاد والقتل وسفك الدم ولقى إن هو بيخسر. الشيطان هيعتمد على التشتيت، يخوف ما يعملش، يخوفكم إن الدنيا هتخرب في مصر وهتجوعوا وهتعطشوا ومش هتلاقوا نقطة المية ولا رغيف العيش، لكن ده مش هيحصل. مش هيحصل لان انتوا في ايدين المسيح، ومش هيحصل لان هو مش عايز يموتكم بالمنظر ده. هو عايزكم تفقدوا سلامكم، وتفقدوا ايمانكم في ربنا، وتفقدوا وقتكم بالانشغال في متابعه الاحداث دي. الشيطان زمان لما كان بيضطهد وعايز يموت، كان بيموت مباشره، بيبعت اللي يضطهدوا يقتلوا المسيحيين كلهم في قريه مره واحده، وكان دمهم بيبقى بذور تطلع الاف وملايين مسيحيين. ما بيعملش دلوقتي الشيطان كده، أولا لأن ربنا مش بيسمح له، لأن كل شيء في إيدين ربنا، ثانيا لأن مش دي خطته. هو عايز يخوفكم بس، عايز يشتتكم بس، عايز يشغل وقتكم وبس. ده اللي بيخطط له الشيطان. هدف الشيطان مش إن هو يكسب أرض مصر ويخليها إسلام ولا غيره ولا الكلام من ده كله. هدف الشيطان إن المسيحيين في مصر بعضهم يفقد رجائهم وإيمانهم، بعضهم يفقد سلامهم، بعضهم يفقد وقته بخسارة في متابعة أحداث العالم وينشغل تماما عن ربنا. تابعوا الأخبار ولكن بقدر محدود، بما لا يشغلكم عن ربنا. ده اللي بطلبه وباستمرار. يكمل بعد كده ويقول: لشاهديا، سأعطي لشاهديا. زي ما قلت، شاهديا 2 شهود، مارتيريين من جمع مارتوس اللي هي جاية منها حتى الكلمة اللي هي مارتير، اللي هي بتيجي بالمعنيين، بتيجي شاهد اللي بيشهد على حاجة، وأيضا شهيد اللي بيموت لأجل شهادته. في أنواع شهادات كتيرة وأنواع استشهاد كتير، لكن دايما الاستشهاد اللي بيشير إليه الكتاب المقدس المحبوب لربنا، اللي هو يموت وهو بيشهد لربنا حتى النفس الأخير، يقبل أن يسفك دمه أجل شهادة لاسم المسيح. ده الشهادة اللي بيقصدها الكتاب المقدس. مش كل واحد يختال ولا في حادثة عربية ولا في غيره نقول عليه مات شاهد، مات شهيد. حبيت بس أوضح النقطة دي أيضا. فهنا بيوصفهم بمارتير لأنهم شاهدين وحيموتوا على الشهادة لأجل اسم المسيح. فالتعبير يعني شاهدين أو شهيدين،
وده الأخبار اللي بيسبق يخبرنا بيها. طب ليه؟ وضح لنا الكتاب إن هم هيموتوا على إيدين الوحش، وسبب موتهم هيكون مفرح جدا لأولاد العالم وأعداء الإيمان، لدرجة إن هم هيهدوا بعض هدايا فرحا بموت الشاهدين لما يقتلهم الوحش، ولكن بعدها هيقوموا مرة تانية ويصعدوا. طب إيه معناه ده؟ إيه ليه المهم يقول لنا النقطة دي إن هم هيموتوا شهداء؟ بالنسبة لنا عشان ما نتأثرش وما نفقدش سلامنا لما نشوف حد من الأشرار انتصر، مسك الحكم، غير سياسة، هو اللي مسيطر وكلامه مسموع رغم انه واضح تماما ان هو كذاب وخادع، ولكن الناس بتسمع له، وينتصر الشر وممكن يوصل يقتل الخير. ما تخافش، مش دي النهاية. أحيانا الشر بينتصر وربنا بيسمح بكده، ولكن الغلبة في النهاية في إيد ربنا. بل لو وصل انتصار الشر لغاية الموت، الغلبة في إيد الله الحي. ما تخافش لو اللي مسك السياسة إنسان شرير، أو اللي مسك اقتصاد إنسان شرير، أو اللي مسك حتة معينة في دولة عالم أو عمل أو سوى أو غيره من انتصارات الشر. ما تخافش، لأن الغلبة في النهاية في إيد ربنا. أيضا معنى شاهدين لأنه بيشهد بكلمة الرب الصالحة في زمان هتكون التعليم أغلبها ضلال، يا إما إلحاد، يا إما إسميين، يا إما أعداء إيمان. المؤمنين بابن الهلاك هيبقوا الغالبية، اللي يؤمنون بالإلحاد هيبقوا غالبية. زي دلوقتي يجي ناس كتير يقول لك غالبية العلماء بيقول الكلام ده، مش الغالبية معناها هم الصح. لو احنا في مجتمع بيؤمنوا بأكل لحوم البشر وواحد بس بيعترض عليهم، هل معناه الغالبية اللي بيؤمنوا بأكل لحوم البشر هم الصح؟ عمره ما كانت الغالبية هي الأساس في الحكم. روح الرب القدوس اللي بيدي روح إفراز هو الصح. فلما يزيد الإلحاد ده مش معناه هو الصح. دايما الشيطان يعتمد على الكثرة العددية والتشدد بالعدد، ده مش الإيمان المسيحي. المسيح ما يفرقش مع العدد، المسيح يفرق مع قوة الإيمان، كثير أو قليل. المهم هنا يذكر لنا ان اتنين مع بعض، ودي شيء حتى مهم وكويس، يا ريت الناس دايما تعمل معا في خدمه ما يبقاش فيها روح غيره ولكن فيها روح تعاون. زي ما يقول لنا سفر الجامعه، اتنين افضل من واحد، لان وقع احدهما يقيمه رفيقه، ولمن وويل لمن هو وحده ان وقع ليس اذ ليس ثان ليقيمه. نفهم ان الهجوم عليهم هيبقى ضاري جدا وشديد جدا، ولكن ربنا بيقويهم ويديهم ان هم كمان يسندوا بعضهم بعض. فربنا بيقوينا، وأيضا ربنا بيدينا إن إحنا نسند بعضنا بعضا. عشان كده ده دور مهم، اللي في مكان فيه أتعاب الآخرين اللي موجودين في مكان ما فيهوش أتعاب يساعدوهم، وما ننساش مساعدة بعضنا بعض. الحالة المادية أفضل يساعد الأقل، اللي في رخاء يساعد التعبان، اللي في فرح يساعد اللي في حزن باستمرار. يكمل بعد كده يقول نقطة مهمة، ويقول شاهدية في العدد ده. فاكرين لما اتكلمنا في الاصحاح اللي فات الملاك القوي ده ملاك ولا المسيح، وقلنا ان هو المسيح وديت ادله ان هو المسيح. هنا ايضا في العدد ده لما بيقول شاهدي، اللي بيتكلم هنا الملاك القوي بيتكلم مع يوحنا الحبيب ويطلق على الشاهدين ان هم الشاهدين بتوعه، ده ياكد لنا اكتر انه ده هو المسيح، لانه بيلقب الشاهدين ان هو دول بتوعي. فيتنبأان، وزي ما قلت النبوه هي أن يسبق فيخبر أو يتكلم بما يوحى إليه أو يقول نبوات. طبعا النبوات ليس لها علاقة بقصص الأولين، مش هيفضلوا يحكوا النبيين دول قصص الأولين خالص، مش ده اللي بيقوله، لكن يقولوا نبوات تنطبق على كثيرين من شعوب وأمم وألسنة وملوك، وبخاصة الجماعات اللي قربت تحصل وهتحدث على أتباع الوحش. والنبوة بالطبع من إعلام من ربنا مباشر ومن إرشاد روحه القدوس، ويعلمه ويخبره الكثيرين بطريق الرب. وكتير في العهد الجديد نلاقي العهد الجديد يساوي أو يقارب ما بين التنبؤ وما بين التعليم والوعظ والبنيان، زي ما قال لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس 14:3، أما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. بعد كده يقول سأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوما، 1260 يوم. الفترة دي درسناها كمعنى تاريخي
الموضوع اللي فات، واللي يحب يقدر يرجع له على الموقع، ولكن ندرسها دلوقتي لفظيا. ألف ورقم ألف دايما رمز للملكوت والسماويات، فالملائكة يقول عليهم ألوف ألوف ربوات ربوات. الشعب المسيحي كتير يقول عليه ألوف ألوف ربوات ربوات. ألف هو ملك المسيح الروحي، أيضا ليه معنى تاني. ألف اللي هو 10 في 100، 10 رمز الوصايا، الوصايا 10، 100 اللي هو اكتمال قطيع المسيح، زي مثال الخروف الضال ترك 99 وبحث عن الواحد عشان يرجع ويبقوا 100، فكرمز لاكتمال أسرة المسيح. فرقم 1000 اللي هو يعني قطيع المسيح اللي بينفذ وصاياه 10 في 100، 1200، 200 اللي هو 100 في 2، 100 زي ما قلت رمز اكتمال قطيع المسيح أو أسرة المسيح، ولكن 2 ده قطيع آخر لأنه 200، و2 دايما رقم النقص، دايما واحد يقول عايز يقول حاجة قليلة ناقصة يقول عليها 2، هاكل لقمتين، هقول كلمتين، دايما تعبير يوضح إن هي حاجة قليلة. فرقم 1 دايما يشير للسيادة وعدم الاختلاف وربنا، رقم 2 دايما يشير للاختلاف والضد، فعشان كده رقم 200 يشير للضد أو فترة مقاومة أبناء الله المتمسكين بالوصايا. 60 هو رقم نقص، 10 في 6، 10 الوصايا الأرضية وأيضا العقاب الأرضي. 6 هي الإنسان الناقص، لأن الإنسان بدون الله هو 6، الإنسان بيكمل بالواحد 7، ف6 و1 7، لكن بدون الله بيفضل الإنسان ناقص 6. أيضا العمل والمجهود والتعب 6، ف6 أيام عمل، والسابع هو الراحة في الرب. ف6 دايما بيشير للنقص، بيشير للتعب، بيشير لانفصال عن الله وبعيد عن الراحة. ف1260 يوم يقصد بيه المعنى ده قطيع المسيح أو أسرة المسيح أو أبناء المسيح المتمسكين بوصاياه وبيكملوها رغم النقص اللي في العالم وتملك الشرير في زمن أتعاب أرضية شديدة. ده يقصد بيه 1260 كرمز، ولكن أيضا خدناه بمعنى تاريخي. يوما، يوما كيميراس اللي هو قلت تأتي بمعنى يوم اللي هو 24 ساعة اللي هو ظلمة ونور، أو أيضا مسافة زمنية ما بين ظلمتين أو ما بين نورين. وهنا في العدد ده غالبا يقصد يوم بالمعنى اليوم المعروف. وزي ما شرحت قبل كده 1260 اللي هو يساوي 3 سنين ونص اللي هو يساوي 42 شهر، اللي هي الفترة دي اللي فيها فترة الضيقة العظيمة غالبا، وهتنحل فيها قوة الوحش ويضطهد أبناء ربنا، وبعد كده في نهايتها هيكون فترة صغيرة لغاية ما يأتي المسيح في مجيئه الثاني ويرمي الوحش والتنين والنبي الكذاب في البحيرة المتقدة بالنار والكتمان. بعد كده يكمل يقول يتنبأوا 1260 يوما لابسين مسوحا، متغطين بالمسوح. المسوح اللي هو القماش الخشن التخين ده اللي بيتعمل منه الأكياس ونسيج من القنب أو شعر الماعز. دايما رمزه إيه المسوح؟ المسوح في العهد القديم بيتلبس كعلامة للتوبة، زي ما جه في متى 11:21، أو علامة للحزن في تكوين 37:34 وفي صمويل الثاني 3:31 وإستير 1:4:1-2 وغيرها كتير من الأعداد. وأيضا بيستخدم كالتقشف الشديد. فالفترة دي بيدل على رمز على النوح على العالم وسيادة الظلمة وانتشار الخطية، وأيضا الزيتونتان والمنارتان دول مش جايين لمجد أرضي، مش عايزين حد يفضل يمجدهم ويقول لهم اللي عملتوه ده جميل جدا وأكثر من رائع، لا جايين تقشف شديد. هما يدل إن هيكونوا في ضيق العالم، والعالم هيكون في ضيق، وهم جايين ما يطلبوش أمجاد نفسهم، لأن في الفترة دي الجاية هنلاقي النجومية لناس كتير ازدادت وتمجيدهم بيه هو المركز. وأهم حاجة بالنسبة لي كم واحد شافني وكم واحد مدحني. الزيتونتان والمنارتان مش أسلوبهم كده، زاهدين في أمور الدنيا، بيقولوا الكلام المهم الصح يفرح أولاد ربنا ويزعل أولاد العالم.
ما يدوروش على مكانة في الوقت اللي هيكون ابن الهلاك هو المسيطر واللي يتبعه بيديله رفاهيات وملذات وشهوات جسدية. طب المهم بالنسبة لنا احنا حتى لو ما كناش في زمن الزيتونتان والمنارتان نفهم ايه؟ نفهم اهم حاجة ان احنا نشهد لربنا باستمرار. فليشهد ربنا ده شاهد وشاهد امين. لو يكون الشهادة فيها زهد ليست فيها مجد ارضي، فيها زهد جسدي، بعض يعني بعيد عن البحث عن الشهوات والشهرة واشباع الغرائز والمال والجاه والسلطان والكلام ده كله. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فالعالم هنفهمه بيزداد في محاربة أولاد الله بالضيقات، وبعضهم بيحاربهم بالشهوات وبعضهم بيحاربهم بالتشتيت. اللي محطوطين في الضيقة يفرحوا بالضيقة ويتحملوها لأجل ربنا. اللي موجودين في عالم مليان شهوات يحاربوا الشهوات ويقمعوا جسدهم ويستعبدوه ويفرحوا بالقدرة اللي ربنا يديها لهم على محاربتها. عدد 4 يكمل ويقول: فالشاهدين دول وسأعطي للشاهدية فيتنبأان 1260 يوما لابسين مسوحا، هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. هذان هما الزيتونتان والمنارتان، لسه لغاية دلوقتي بنتكلم على الشاهدين اللي هيظهروا ويتنبؤوا 1260 يوم في زمن ابن الهلاك غالبا، لما تداس الدار الخارجية 42 شهر اللي هي الضيقة العظيمة غالبا، اللي هيكون فيها أتعاب كتيرة للعالم وأيضا اليهود، لكن أولاد ربنا هيكونوا محميين في إيده، سواء في البرية سواء في غيره، دايما هيكون ربنا حافظهم حتى لو في أتون النار. ابن الهلاك لازم يظهر في مكان، غالبا هيكون ظهوره في أورشليم، وهنفهم في الأعداد الجاية ما يؤكد ذلك أكتر، لأن هيذكر اسم أورشليم. ويصف الزيتونتان والمنارتان ان هم ممسوحين بالروح القدس، عشان كده يقول عليهم زيتونتان، اسم ابني الزيت حتى في سفر زكريا، ووصفهم في سفر زكريا اصحاح 4 في العهد القديم. عشان كده خلوني احاول اربط ما بين رؤيا 11 من عدد 3 لغايه عدد 6 واللي جه في سفر زكريا اصحاح 4، لانه ايضا حسب ما ارى حسب ضعفي مهم قوي ان احنا نفهمه مع بعض. سفر زكريا اصحاح 4 تاريخيا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم بعد عودة اليهود من سبي بابل، محاولة استرجاع الملك بتاعهم والهيكل بتاعهم بقيادة زربابل. واجهتهم شوية مشاكل، وزربابل حتى كان متردد في البناء. وبعد أن وضع حجر الأساس ابتدت إيديه ترتخي في البناء، فجاء الإصحاح ده في سفر زكريا علشان يشجعهم على استمرار البناء ويوضح عمل الروح القدس في الكنيسة وفقدتها. فتاريخيا هو على زربابل، لكن روحيا هو على كل إنسان بيخدم اسم ربنا في وقت من الأوقات، وأيضا ينطبق على الزمان الأخير في زمان الزيتونتان والمنارتان. يبدأ يقول في زكريا 4 عدد 2: وقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: قد نظرت إصبع منارة كلها ذهب، وكوزها على رأسها، وسبعة سراج عليها، وسبعة أنابيب للسراج التي على رأسها. فالمنارة زي ما فهمنا بيقول لنا خاصة سفر رؤيا هو رمز للكنيسة المليانة بالزيت، عمل الروح القدس، تضيء للجميع، مختلفة عن منارة العهد القديم. عشان كده المنارة دي محاط بها زيتونتان، لأن عمل الروح القدس مستمر، مش محتاج الإنسان يبحث عنها ويضيفها، فهي روحية وسماوية. لها سبع سراج فنورها كامل، لأن السبع رقم الكمال. كوزها على رأسها، الكوز اللي هو خزان الزيت مش منفصل عنها، عشان كده الزيت لا ينقص فيها لأن عمل الروح القدس متجدد. يقول في عدد في زكريا 4 عدد 3: وعندها زيتونتان أحدهما عن يمين الكوز والآخر عن يساره. مصدر الزيت هما الزيتونتان، ده عمل الروح القدس في الزيتونتان، فيفيض به على المنارة اللي هي الكنيسة. فالزيتونتان تشير لعمل الروح القدس في شخصين زمنيا، هناخدهم زمنيا هنا في زكريا 4 يشوع وزربابل، هناخدهم في زمن سفر رؤيا الزيتونتان والمنارتان، قد يكون إيليا وموسى، إيليا وأخنوخ أو غيرهم من الأشخاص، ولكن أيضا في عمل كل إنسان في حياته أثناء خدمة ربنا هو عمل الروح القدس من خلاله. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا: ما هذه يا سيدي؟
فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. نلاحظ إن هو ركز على كلمة مهمة جدا، ما قالش الزيتونتان دول زربابل، لكن قال ده كلمة الرب إلى زربابل. فالمنارة هي كلمة الرب، والزيتونتان هو عمل كلمة الرب حتى لو من خلال رجاله القديسين، لكن العمل الأساسي والمجد يعطى للرب فقط. ويكمل بعد كده: من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا، فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة 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 له. حجر الزاوية هو الرب يسوع المسيح. فنفهم من الكلام ده أيضا ليه مستوى نبوي عن آخر الأيام، وينطبق الكلام اللي بيقوله رؤية 11. زربابل اللي بيضع حجر الزاوية في المبنى وسط الهتاف اللي بيسبحوا الشعب بيسبحوا ربنا، ولكن بالنسبة لنا نبويا عن الصعوبات اللي تقابل تلاميذ ربنا وخدامه في كل زمان، والعمل الروح القدس اللي بيخلي باستمرار زيت يفيض في نهاية الزمان. المسيح هو حجر الزاوية اللي هيخرج بين الهاتفين كرامة كرامة بسبب شهادة الزيتونتان، وده مجيء المسيح الثاني والأخير. ويكمل بعد كده في زكريا 4 برضو وصف الزيتونتان اللي بنفهمهم من رؤية 11 4: وكانت إلي كلمة الرب قائلا: إن يدا زربابل قد أسست هذا البيت، فيداه تتممانه، فتعلم إن رب الجنود أرسلني إليكم، لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل، إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. فأجبت وقلت له: ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ ما نلاحظش فيه إجابة. بعد كده يقول: وأجبت ثانيا وقلت له: ما فرع الزيتون اللذان بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من أنفسهما ذهبي؟ فأجابني قائلا: أما تعلم ما هاتان؟ فقلت: لا يا سيدي. فقال: هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. وهي دي اللي بقول لحضراتكم عليها، يوضح لنا أن الزيتونتان ليهم مكان واقفين فيه أمام سيد الأرض كلها. السؤال الأولاني ما تجاوبش عليه لزكريا، السؤال الثاني الفرعين تجاوب عليه. فالأنابيب يشير للإنسان اللي بيفيض من خلال عمله الروح من خلاله عمل الروح القدس، ومثاله الزيتونتان. مفرغتان يعني الإنسان يتخلى عن إرادته الذاتية ويخضع لعمل ربنا وروحه القدوس. وابن الزيت يعني دايما أبناء عمل الروح القدس، فالزيت هو رمز الروح القدس اللي باستمرار فيهم. واقفان عند سيد الأرض كلها يعني بياخدوا الإعلانات من أمامه. عشان كده زي ما قلت لحضراتكم، أميل إلى حد ما إن الرأي يكون إليا وأخنوخ اللي ما ماتوش بالجسد. فهم من بعد ما اتولدوا ولادة عادية وعاشوا في الأرض واختطفوا وصعدوا لربنا، مش ما ماتوش حتى الآن، موجودين أمام الله قائمين أمام رب الأرواح، وييجوا مرة تانية ويخدموا، ما ياخدوش جسد آخر ولكن نفس الجسد اللي فيه يخدموا بيه ويستشهدوا ويموتوا ثم يقوموا مرة تانية قبل مجيء المسيح المرة التانية. المهم الوصف اللي بيوصف بيه هم من أخلوا أنفسهم، وده حاجة مهمة نركز عليها. كتير مننا علاقته مع المسيح بتكون المسيح هيديني إيه، وبعض الخدام رائعين ولكن برضو بيركزوا المسيح هيديك إيه. اتبع المسيح هتبقى كل حاجة كويسة قدامك، ما يقفش قدامك شيء. كتير من الناس بتقف قدام ربنا تصلي علشان تنال غنى أو تنال مكانة أو نجاح أو انتصار على أعداء أو يشيل مضايقات. ده كويس مش وحش، لكن فين اللي يوازي إليه؟ فين المحبة المتبادلة؟ ربنا هيعملك كده علشان محبته إليك، طب أنت بتعمل إيه علشان محبتك للمسيح؟ بتقدم إيه للمسيح؟ هل أفرغت جزء من حياتك لخدمته؟ لخدمة اسمه؟ لخدمة كلمته؟ لخدمة أبنائه؟ فأتمنى في علاقة محبنا المحبة المتبادلة ما بيننا وما بين ربنا نوازن ما بين اللي بنطلبه نفسنا واللي بنطلبه إن هو يديهولنا إن نخدم به الآخرين. المهم نبدأ في دراسة العدد مع بعض. فيبدأ العدد الرابع يقول: هذان هما الزيتونتان. هذان هما اللي هي أوتوي إسين، إشارة وجمع من الشاهدان وكينونتهم وطبيعتهم. الزيتونتان إيليا وكلمة
إيلايا اللي جاية هنا مش اسم إيليا، ولكن إيلايا اللي هو معناه الزيتون. بتستخدم كلمة لشجرة الزيتون، تستخدم كلمة أيضا لثمار الزيتون وفروع الزيتون زي ما اتقالت في يعقوب 3:12. طب ليه شجرة الزيتون دايما مهمة كمثال مهم للاستمرارية التجدد وعمل روح الله القدوس حتى في التجارب؟ شجرة الزيتون شجرة قديمة قوي ومعروفة في الأرض من زمان. ميزة شجرة الزيتون عن أنواع أشجار كتير إن هي ما بتموتش. لو شاخت وكبرت الشجرة دي قوي يطلع فرع جديد ينمو ويتجدد ويبقى متصل بالأصل ويزداد في السمك. حتى لو اتقطعت أحيانا يطلع فرع جديد من أصل الساق اللي متروك وينمو مرة تانية لشجرة الزيتون مرة تانية. فشجرة الزيتون دايما بتشير للتجدد والاستمرار. عشان كده حتى أشير للمسيح إن هو يخرج قضيب من جذع يسى في سفر أشعياء 11:1 وينبت غصن من أصوله، لأن الأصل واحد اللي هو ربنا العامل في الكل. فرمز الزيتون بالإضافة للاستمرارية أيضا رمز للسلام. فالزيتون من أول رموز السلام ولا يزال حتى الآن. من أول تكوين وطوفان نوح لما جت الحمامة بغصن الزيتون علامة للسلام وانتهاء الضربة في تكوين 8:11، انتهاء العقاب وأصبح غصن الزيتون شعار السلام من أيام نوح وحتى الآن. وده على فكرة برضو من ضمن الحاجات البسيطة للحضارات كلها القديمة والحديثة، عندها غصن الزيتون ده رمز السلام. حد فكر في الموضوع ده؟ لو حد طلع وابتدع بدعة غصن الزيتون وابتدع بدعة طوفان نوح، ازاي انتشر في كل الحضارات في العالم كلها؟ إلا لو كان ليها أصل حقيقي واحد هو طوفان نوح، والحضارات نقلته، بعضها احتفظ بيه صحيح وبعضها احتف وأضاف عليه فكر أسطوري، ولكن أصل واحد يشهد تاريخيا بصدق قصة الطوفان، إن كل العالم حتى الآن يعرف إن رمز غصن الزيتون هو برمز للسلام. فكروا فيها شوية الحتة دي. Anyway، فشجرة الزيتون أيضا علامة تشير للنجاح والبركة. ونلاقي كتير في مزمور 52:8 وأرمية 11:16 دايما نتكلم على شجرة الزيتون على النجاح. وتتقدم شجرة الزيتون في العمر تكتر من حواليها الفروع اللي طالعة منها النامية منها زي مزمور 128:3. أيضا الزيتون ترمز لجسم الإيمان، فالله في المسيح اللي عمره ما ينتهي. أيضا لما بيتكلم على الكنيسة بداية من آدم وحتى الآن يسميها الزيتون الأصلية. اليهود اللي رفضوا للمسيح اتنزعوا منها وهيرجعوا لها مرة تانية زي ما يقول رومية 11 لما يرجعوا يؤمنوا بالمسيح مرة تانية. وإحنا الزيتونة البرية لما ابتدينا نؤمن بالمسيح اتغرسنا فيها ونلنا بالإيمان، التبني بالإيمان. زيت الزيتون دايما يخرج من الزيتونة دايما يشير لعمل الروح القدس. فنفهم ان الزيتونتان او فرعي الزيتون او غصني الزيتون شخصين في كنيسة العهد الجديد بيعمل فيهم الروح القدس لإرشاد العالم للسلام، لأن معظم البشر في هذا الوقت ضلوا عن ملك السلام وابتدعوا ابن الهلاك. فالعالم بيظن ان هم اتيا للإزعاج لأنهم بيبكتوا العالم على ترك المسيح وأيضا بعمل الروح القدس. وزي ما يقول إنجيل يوحنا إصحاح 16، ومتى جاء ذاك بكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. مش من وظيفة رجال الله إن هم بس يقولوا كلام يريح البشر. بالفعل أحيانا لازم يقولوا كلام تعزية مهم وتشجيع، ده صحيح وده دور مهم جدا، ولكن أيضا ليهم دور تبكيت. ما أقصدش رجال الله اللي هم بس اللي بيخدموا في القنوات وفي التلفزيون وفي الكنائس، لا، أنت وأنت وكل إنسان، أنت رجل الله اللي بتؤمن بربنا، ما تخجلش تتكلم بوصايا ربنا لو اتسألت عن رأيك أو حتى في وقت مناسب وغير مناسب. اللي سألك على العلاقات البوي فريند والجيرل فريند ما تتكسفش، قول ان هي زنا، ده من الكتاب المقدس بيقول ان هو زنا. لو سألك حد عن زواج المثليين وضح ان دي خطية تغضب ربنا وبسببها اتحرقت سدوم وعمورة، ما تتكسفش، ما تخبيش عشان ما يرفضكش العالم. مش كلامك ان انت تقول لهم حاجات، مش وظيفتك بس ان انت تقول لهم حاجات تريح،
وترفض تقول لهم التوبيخ على الخطية. زواج المثليين ده زنا، ده شرش كتير، ده فعل الشر ذكور بذكور، ملوش صفة تانية. مفيش حاجة اسمها حقوق وواجبات واحترام الحق الآخر. يعملوا اللي هم عايزينه، بس انت يكون رأيك واضح حسب إيمانك وكلام الكتاب المقدس. خطأ. البوي فريند والجيرل فريند ده زنا، والشاب اللي اتعرف على شابة ويفعلوا الشر مع بعض ويسيبها ويتعرف على واحدة تانية وهي تسيبه تتعرف على واحد تاني، and they broke up ويدوروا على ناس تانيين ويرجعوا مرة بعض لتاني لبعض مرة تانية، ده اسمه زنا، ملهوش اسم تاني. فالأقصد أقوله، ما تتنازلش عن كلام ربنا عشان ما تتكسفش يلفظك العالم، لا، سكون مع العالم وسالم العالم واتكلم مع العالم بمحبة، ولكن عند الحق ما تخالفش كلام الكتاب المقدس علشان تتفق مع العالم. دي نقطة مهمة. المهم، في الزمان ده زي ما قلت، كنيسة العهد القديم، الشخصين دول من العهد القديم والعهد الجديد بيعملوا بالروح القدس ومستمرين في عملهم، ويصفهم ان هما منارتان، وكلمة منارتان في اليوناني اللي هو لوخينيا يعني حامل الإضاءة، فهما ليس مصدر النور ولكن حاملين للنور. أيضا إحنا ليس مصدر النور لكن حاملين للنور. الذي يمجد هو مصدر النور، هو الرب يسوع المسيح، فهو الوحيد الذي له الشكر والتمجيد. ما نشكرش بعضنا ونمدح بعضنا ونمجد بعضنا خالص، نشكر المسيح. بيعجبني جدا أستاذنا الحبيب صفو هنا في الروم لما يطلع يقول حاجة كويسة حد قالها، يقول أشكر المسيح اللي اداك الكلمة دي، أشكر المسيح اللي خلاك تقول الموضوع ده. حقيقة بتعلم منه كتير، فكلنا يا ريت نعمل هذا الأمر باستمرار، ما نشكرش أشخاص ونمدحهم، نشكر المسيح اللي عمل فيهم. المهم، المنارة دي أداة بتستخدم لوضع السراج فيها زمان، اللي هو زيت والفتيل أو السراج اللي بينور ويضع في مكان عالي علشان يشوف الناس، زي المثال اللي قاله الرب يسوع المسيح في متى 5:15 وغيره. المنارة كانت أيضا في خيمة الاجتماع ترمز للروح القدس. عشان كده المنارة عند اليهود في العهد القديم مصنوعة من ذهب خاص خالص، ما بيدخلش فيها خشب، ودي رمز معروف. يعني في أدوات تانية في العهد القديم في خيمة الاجتماع وفي الهيكل أيضا نلاقيها مصنوعة من خشب وذهب. مذبح البخور خشب مغشى بذهب، خبز مائدة خبز الوجوه خشب مغشى بالذهب. ليه؟ رمز للمسيح، إشارة للاهوت والناسوت. أما المنارة الذهبية في العهد القديم مصنوعة من ذهب فقط، ما دخلش فيها خالص خشب. وبالظبط أستاذ بوست فتوك، جسم تابوت عهد الرب مصنوع من خشب ومغشى بذهب، ولكن المنارة مش مصنوعة بخشب متغشى بالذهب، مصنوعة من ذهب فقط لأنه رمز للروح القدس، لأن الروح القدس لم يتجسد، وربنا هو اللي وضع تصميمها وقال عليه موسى. وكانت ضخمة الحجم تقريبا ارتفاعها 6 أقدام طول إنسان، تتكون من قاعدة وساق ينتهي بها 6 شعب، 3 من هنا و3 من هنا، واللي في النص يبقوا 7، وتحمل 7 سراج، وكل سراج فوق كل شعبة وفي نهاية الساق. والزيت اللي كانوا يستخدموه فيه دايما كان زيت نقي جدا، يكرر أكتر من مرة، وكان ياخد منهم وقت لتكريره. عشان كده عيد الهانكا بتاع اليهود هو ذكرى المكابيين اللي لما عندهم كمية زيت تكفي يوم واحد للمنارة لغاية ما يلحقوا يحضروا زيت جديد ويكرروه مرات كتيرة، لأن لو حطوا زيت زيتون مش مكرر ده إهانة لربنا يعتبروها، فلازم يكرروا الزيت. ورغم كده كمية الزيت القليلة كفت عندهم 8 أيام كمان. فعشان كده الهانوكا بيحتفلوا المعجزة اللي عملها ربنا، إن الزيت الكمية القليلة خلاها بدل ما تكفي يوم تكفي 8 أيام لغاية ما يحضروا زيت نقي يستحق يقدموه لربنا. الأسرجة كانت بتضاء في المساء وتطفأ في الصبح، وسليمان لما صنع الهيكل بتاعه عمل 10 منار من ذهب وحطها في الهيكل. لما جه خرب الهيكل اتخذت المنارات دي مع الحاجات اللي اتخذت كلها البابل. لما رجعوا من السبي زربابل كانت معاه منارة وحطها في الهيكل الجديد وسابها هيرودس في الهيكل.
لغاية ما جه تيتوس الروماني سنة 70 ميلادية وأخرب أورشليم وهد الهيكل، خد المنارة الذهبية وأخدها معاه إلى روما، حطها في هيكل اسمه هيكل السلم في مدينة روما. بعد كده سنة 455 ميلادية اتنقلت المنارة إلى قرطاجة، وبعد كده 533 رجعت بسلاريوس لغاية القسطنطينية، وخدوها بعد كده للقدس واتحطت في كنيسة القيامة، ولكن للأسف ضاعت بعدها غالبا مع الغزو الإسلامي. المهم، ذكرت لكم تاريخ المنارة الذهبية ورمزها للروح القدس وليه من ذهب بس، وليه الزيت بتاعها لازم يكون مكرر أكتر من مرة عشان يكون نقي جدا. فالمنارة الرمز الروح القدس اتشبهت بيها السبع كنائس اللي تحمل الزيت اللي هو عمل الروح القدس. عشان كده ده مهم بالنسبة لنا. في البعض بيبدأ بالروح يكمل بالجسد، في البعض بتبقى خدمته بشرية، خدمته مجد ذاتي، والبعض بتبقى خدمته هو عمل الروح القدس. فالإنسان دايما لما يقف قدام ربنا بالليل، أنا خدمت النهاردة مسيحيات، إسلاميات، حتى لو سياسة، كلامي ده كلام عالمي، كلامي مجد شخصي، ولا كلام مقاد بالروح القدس لتمجيد ربنا؟ كل يوم بالليل الكلام اللي اتكلمته طول اليوم فكر فيه بسرعة، ده كان لإيه؟ لربنا ولا لحاجة تانية؟ يا ريت يكون معظم كلامك في اليوم لربنا، علشان ده هو اللي بينقي أنت والعالم. المهم، في اليوناني على فكرة الترتيب جه ما قالش الزيتونتان والمنارتان، اليوناني جه يعني العدد بيقول زيتونتان ومنارتان، لأن المهم عمل الروح القدس مش الشخص ولا الشهرة ولا التعريف. حاجة نلاحظها مهمة، كلمة المنارتان يعني كلمة حاملين للنور. حاملين للنور الشاهدان دول لقبهم أصبح حامل النور. يقفوا أمام مين؟ أمام اللي كان في الماضي يلقب بحامل النور اللي هو لوسيفر. الشيطان زمان قبل سقوطه كان اسمه إيه؟ في اللاتيني أو في اليوناني اسمه حامل النور، في العبري اسمه هليل بن شاخر، لكن في اليوناني وفي اللاتيني اسمه حامل النور. ده اللقب بتاعه قبل ما يتكبر ويسقط. هو فقد هذا اللقب بتكبره، خسره اللي هو زهرة بنت الصبح. فعلا في السبعينية مكتوب اسمه لوسيفروس، وفي اللاتيني اللي هو لوسيفر. هو بتكبره خسر هذا اللقب، هم بتواضعهم ربنا اداهم هذا اللقب. فحامل النور يقفوا أمام اللي كان اسمه حامل النور زمان وفقد هذا اللقب. فنتعلم حاجة مهمة جدا، التواضع هو اللي بيدي النعمة، وهو اللي بيدي إن الإنسان ياخد بركة وعمل روح الله القدوس. اللي بيستمد نوره من نور عمل الروح القدس بتواضع هو الإنسان المسيحي الحقيقي. الإنسان بيستمد نوره ومجده بكرامته وشهرته وربحه والكلام ده كله، ده لا يستحق أن يحمل لقب حامل النور. لا تركز على مجدك الشخصي، بل ركز على عمل روح الله القدوس اللي في داخلك بروح التواضع. القائمان، كلمة قائمان جت في الماضي المستمر، يعني وقوفه مستمر من الماضي، مش ماضي تام ناقص، يعني آسف، مش ماضي ناقص يعني كان أمر أزلي، لأ، يعني في وقت معين بدأ يقفوا أمام سيد الأرض كلها، غالباً الاثنين اختطفوا ومستمرين حتى الآن لغاية مجيء المسيح الثاني. أمام إينوبيون اللي هي أمام أو مقابل أو في وجه أو في محضر رب الأرض. رب الأرض في اليوناني اللي هي تو ثيو تيس جيس، يعني الإله الأرض، وده رقب ربنا في العهد القديم، سفر الخروج 8 لما يقول لتعلم إني أنا الرب في الأرض، ولما يقول في سفر يشوع 3:11 هو ذا تابوت عهد سيد كل الأرض. فرغم أن الشيطان بيسيطر على الأرض، ورغم أن الشيطان رئيس سلطان الهواء، ورغم أن الشيطان بيحلف أبناء المعصية وبيسيطر ماديا، ولكن ما تنساش أن الرب هو الرب للأرض وملؤها، الرب هو اللي مسيطر في إيديه، واللي بيعمله الشيطان ده ساعات بيسمح بيه ربنا وبيحوله لخير أولاد الرب، أولاد الله. وفي سفر زكريا أيضا 4:14 يقول هاتان هما ابنان الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. عشان كده بنفهم إن هو نفس الكلام. فالرب بيسيطر على الأحداث. لو سمح للشيطان أن يعطي قوته لابن الهلاك، طبعا بيدي الأولاد ربنا قوة إن هو يحميهم.
عشان كده مش محتاجين نخاف مهما زاد الشر. ما تخافش من مشاكل مادية، لأن الرب الأرض وملؤها. ما تخافش من نقص قمح ولا مية هتنشف، ولا غيره، ولا طعام هينقص، ولا الحكومة هتغير قوانين في مصر ولا في بره ولا في غيره، لأن الرب الأرض للرب الأرض وملؤها. ما تخافش من حاجة مهما حصل، لأن كل شيء في إيد ربنا. المهم إيليا أو أخنوخ أو زيتونتان ما بيشهداش من نفسهما، بل روح الله القدوس بيعمل فيهم، هو اللي بيتكلم فيهم. فنتأكد إن ربنا بيعمل، وحتى هيكون ليه شهادة في وقت يضعف صوت الخدمة كتير، ويقف أمام ربنا زي أي خادم لاسم ربنا لازم يقف أمام ربنا. جاي البالتوك عشان تخدم ربنا، قبل ما تقف قدام البالتوك وتخدم ربنا، وقف أمام ربنا نفسه واتكلم معاه علشان تنال منه البركة تخدمها بيها للآخرين. خلصت خدمة بالتوك سواء مسيحيات أو إسلاميات أو غيرها، بعد ما تقفله على طول اقضي فترة زمنية 10 دقايق، ربع ساعة، أكتر أقل، تقف أمام ربنا. أنت قلت إيه؟ لو أخطأت في شيء اطلب ربنا يسامحك، ولو حاجة محتاج ربنا ينقي فكرك. ما تنساش في كل حاجة في حياتك إن أنت تقف أمام ربنا. الخدمة ما تنفعش الخدمة الذاتية، الخدمة محتاجة الإنسان باستمرار ياخد من ربنا ويفيد. ربنا يبارك حضراتكم، آسف طولت، معلش سامحوني.